ومشركي الليلة ديل حقين عباد القبب والأضرحة بينادوا غير الله عديل يا شيخ فلان تنجدنا وتبزعنا تبزعنا. إذا قلت لدى الشرك وربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، أقول لك لا لا لا، ده ما شرك، ده توسل، وده ما عنده علاقة بالتوسل، لأنه الوسيلة هي القربة، والتوسل طلب القربة بالطاعة والعبادة لله، ما لعباد الله ولا المخلوقين. لكن ده دعاء لغير الله ما عنده أي علاقة بالتوسل. فإنت تفهم المسألة دي كداعية، ما يلبس عليك الصوفي يقول لك لا ده توسل، ده ما توسل. توسل إنه الإنسان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بطاعة أو بعبادة، يتقرب لكن لمن؟ لله. وإنت بتدعو غير الله يبقى توسل كيف؟ ده كفر، ده شرك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. شوف ربنا سماه شنو؟ دعاء غير الله. ويوم القيامة يكفرون بشنو؟ بشرككم. تقول لي ده شرك؟ ربنا قال شرك. وربنا قال البدع غير الله، تقول لي ده كافر. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وتقول لي ربنا قال ما في أحد أضل على وجه الأرض من الزول البدعو غير الله، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. فتفهمهم كده أنه ده ما شرك، ده ما توسل، ده شرك وكفر بالله سبحانه وتعالى.